عودة القصص الظواهر المخيفة والجرائم الأجنبية المروعة. حكاية اليوم أغرب من الخيال، هي فعلا ترجمة نتاع الروح عزيزة عند مولانا. أيضا غادي تلقاو فيها الجواب نتاع واش يمكن ترجع روح الضحية وما تحبش حتى تبين السر اللي تدفن معها. تابعوا الحلقة إلى الآخر، فهي عند نزول طلب البعض منكم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. عرفت بلي انني غبرت عليكم، ولكن كنت نرتاح شويه وفتره الاستراحه ديالي، قلت اجي نطلع لكم بهذه القضيه خفيفه ظريفه باش ما تنسونيش وباش ما ننساكمش، حيت انا حاليا كنوجد لكم واحد الموضوع نتاع هذه حكايتي اللي كتعاودوا لي دابا واحد المتتبعه اللي عمرو ما داز عندي في القناه، وغادي تصدموا من التفاصيل ديالو. المهم ما نطولش عليكم اكثر، خليني نقول لكم لنبدا. في القرن 19 كانت المجتمعات الغربية ملتزمة بزاف عكس نتاع يومنا هذا، فكل ما زاد التطور للأسف أحيانا كيزيد مع الفساد. المهم في ويست فيرجينيا عاشت البطلة ديال قصتنا اليوم، اللي هي واحد الفتاة بسيطة عاشت في واحد المجتمع كيرفض العلاقات ديال البنات بالرجال اللي كتسالي بالحمل غير مشروع. يمكن غتجيكم هاد القضية غريبة في مجتمع كالولايات المتحدة، ولكن راه كانت بصح. في هذيك الوقت كانوا كيستنكروا هاد النوع من العلاقات، خصوصا اللي كتسالي بالحمل، فكتولي البنت عندهم منبوذة مع عائلتها، وحتى حد ما كيقبل انه يتزوج بها حيتاش كتدخل في الخانة نتاع انسانة فاسدة، وفاسدة كتعني لهم عطيوها اتساع، ما تصاحبوا معاها، ما تدخلوها لديوركم. وللاسف هاد الكلمة هي اللي كانت كتسمع البطلة نتاع قصتنا اليوم اللي سميتها أوليف، اللي واحد البنت بسيطة غادي ترتبط بواحد العلاقة غير شرعية مع واحد الشاب اللي غادي تحمل منه وغادي يرفض باش أنه يتزوج بها. فلما أوليف جات قالت هاد الخبار لعائلتها غادي يحسوا بالعار، والخبر غادي يتنشر عندهم في المنطقه فين كتسكن، حتى ولاو الناس كيتجنبوا منهم وكيبعدوا عليها لا هي ولا عائلتها. في هذا الوقت وعائلتها ولاو باغيين اي رجل باش انه يطلب بنتهم للزواج غير باش يريحهم من هذاك العار اللي جابته ليهم. واحد النهار غادي تشوف اوليف واحد الشاب اللي غادي ينتقل لواحد المحل اللي تيخدم فيه كحداد، عجبها وعجباته وتكلموا مع بعضياتهم، وتا هو عاود لها قصته، وفي الاخير غادي يطلب منها الزواج. هاد القضيه كانت بحال شي معجزه، خصوصا من بعد داك الغلط اللي دارت انها حملات خارج اطار الزواج. هاد الشاب اللي غادي تعرف عليه اوليف كان سميتو شو، واللي فات ليه تزوج زوج ديال المرات، الاولى طلقها من حيتاش ما تفاهمش معاها، والثانيه حيتاش ماتت. فشو بغى اوليف رغم هذيك السمعه السيئه اللي انتشرت عليها، وبان ليه بلي انه ما عندها حتى شي ذنب في هادشي اللي وقع لها، من غير انها ضحيه حب من شخص غير مسؤول. المهم الام تاع اوليف ما ارتحتش لهذا الزواج، وحست بواحد الضيق من شو وما تقبلوش لها خطره، وكاع فاش عرفات بلي انه كيعيش بعيد عليهم. فلما غادي يستقر مع بنتها ما غادي تولي تشوفها الا نادرا، نظرا لهذيك الظروف انذاك ماشي بحال اليوم، ما كاين لا واتساب لا تكنولوجيا لا والو، ما كانتش متوفره عندهم تكنولوجيا ولا حتى الطوموبيلات. المهم الام ديال اوليف تجاهلت الاحساس ديالها وقبلت بهذا الزواج. لما تزوجت اوليف غادي تنتقل للدار ديال راجلها، وغادي تقطع علاقتها مع عائلتها لمده من الزمن، حتى النهار المشؤوم فاش غادي توقع الكارثه من بعد 3 شهور من زواجها. واحد النهار شوف خدمته غادي يصيفط واحد الدري صغير لعند اوليف للدار باش يطمئن عليها، حيت كانت حامله، زعما اذا احتاجت شي حاجه اولا كتحس بشي الم، حيت في ديك الوقيته ما كنبقى لها والو باش تولد. فعلا غير بدا تيدق داك الدري حتى حد ما غادي يجاوب، وكان الباب شويه محلول غادي يدخل، فاذا به غادي يشوف الفاجعه. غادي تبان ليه اوليف جثه هامده وكانت حدا الدروج، يد على الارض واليد الاخرى على صدرها بحال كانت كدافع على راسها. غادي تخلع هذاك الدري وغيمشي تيجري لعند امه، ما مشاش عند شو باش يقول ليها شنو شاف. هي في ديك اللحظه غادي تمشي تعيط على الطبيب نتاع المنطقه ويوصل الخبر للشو اللي غادي ينهار بالبكاء. في هذا الوقت غادي ينتشر خبر العثور على اوليف بلي انها كانت ميته، وقال لهم الطبيب بلي انه ماتت نتيجه المضاعفات الحمل ديالها. كل شيء في المنطقه تيقاد الامر، تم وليده غادي يوصلهم الخبر، غادي يغسلها راجلها الشو، غادي يلبسها الحوايج ديالها اللي كانوا انيقين، وغادي يخبيو ليها العنق ديالها. وفي المراسم تاع الجنازه ديالها بدا تيقول للناس بلي انه كانت هي افضل الزوجات اللي دازوا عنده.
كيف قلت لكم ما فاش وصلها خبار وباها تهوى خد يجو اكيد الجنازة، ولكن امها ما دخلتش ليها هاد القصة لراسها بلي انه بنتها ماتت بسبب الحمالة. كان الاحساس ديالها تيقول لها بلي انه شو دار لها شي حاجة، واصلا كيف قلت لكم في الاول هي ما كانتش مرتاحة ليه. فبدأت تقول بينها وبين راسها بنتي ماتت مقتولة وشو هو اللي قتلها، وانا متأكدة من هذا الامر. دابا حنا كندويو على القرن 19 وفي واحد القرية صغيرة اللي كل شيء تعرف كل شيء. فالطبيب ما كانش عنده ديك الخبرة الكافية للاشتباه بوقوع جريمة. زائد على هذا شو كان واحد الرجل اللي هو محبوب من عند كل شيء وكل شيء كيحترمه وعنده سمعة زوينة في المنطقة، فأكيد ما غاديش يكون هو اللي دار هذا الشيء. داك الشيء باش غادي يسدوا المفوضين ديال البوليس وفاة أوليف، لأنه كان حادث عادي وخا ما كانش موافقة الأم ديالها. كانت ما حزينة بزاف وكتطلب الله ليل ونهار باش أنه يكشف لها السر ديال بنتها وشكون اللي قتلها. واحد النهار غادي يوقع لها واحد الامر حتى حد ما صدقوا. واحد النهار كانت الام ديال اوليف نعسه وحست بواحد الاصوات غريبه وهمسات وواحد الضم جهد اللي غادي يضرب لها في وسط وجهها في وسط داك البيت المظلم. تخلعات وبغات تنوض من الكاتري ديالها باش انها تشوف شنو واقع، ولكن غادي تشوف واحد الامر كان غادي يسكت لها قلبها. هذاك الضوء اللي كان مجهد غادي يتحول لطيف بشري واللي كان هو بنتها اوليف. ايه بنتها قدام عينيها وغادي تحكي لها كل شيء بالتفاصيل. قالت لها بلي انه شو ما كانش يعاملها مزيان وكان تيسيء المعامله ديالها وكان كيضربها. شويه غادي تختفي بنتها مقدمها، ما غاديش تيق الام شنو شافت وسحب لها بلي انه كان غير حلم بحال اي واحد. غادي تفيق وغادي تكمل نهارها كانه شيئا لم يكن. الليله اللي من بعد غادي تبان لها عاوتاني اوليف لمده 3 ايام تابعه، وهي كتعاود ليها هذاك السر المروع اللي خلاها تموت. باختصار تاع هاد الليالي اللي كانت كتحلم فيهم بنتها اوليف، كانت كتقول ليها بلي انه في يوم الجريمه غادي يدخل شو عليها وهي كانت كتحضر العشاء، وفي ديك اللحظه ما كانش عندهم اللحم. غادي يغضب منها شو وغادي يبدا يضربها وغادي يخنقها وغادي يلوي لها عنقها بالجهد حتى هرسوا ليها وطاحت على الارض وماتت. من بعدها غادي تختفي اوليف من الحلم ديال امها وما بقاتش كتبان. اليوم التالي الام غادي تمشي كتجري لعند النائب العام وغادي تعاود ليه داكشي اللي عاودت ليها بنتها في الحلم. وبطبيعه الحال الامور على الاشباح والظواهر الخارقه صعيب انها تصدق، ولكن النائب العام غادي امر باستخراج الجثه وغادي يديروا اعاده تشريح وغادي يتصدموا. يتصدموا باش بوجود اثار خنق وسحق القصبه الهوائيه وتمزق الأربطة. غادي ينوضوا البوليس باش انهم يبحثوا في الماضي ديال شو، وغادي يلقاو بلي انه مرته الاولى كانت كتعاني معاه من العنف، كان ديما كيضربها ويطلق منه. اما الزوجة الثانية غادي توفى بوفاة غامضة. فهاد اللحظة غادي يعتقلوا شو وغادي يحكموا عليه بالمؤبد، وهو ما غاديش يطول بزاف وغادي يموت في الحبس بسبب شي وباء اللي كان منتشر انذاك. فالمحكمة ما غاديش يسمعوا شهادة الام على الشبح ديال بنتها، حيتاش هاد الشهادة قدرت تكون ضدها امام القاضي، حيتاش شكون اللي غادي يصدق بحال هاد الحكايات. ولكن اوليف فعلا بانت للام ديالها وعاودت لها هاد الشي كل اللي يوقع وبالتفاصيل، واكيد شو غادي يعترف، والا كيفاش غادي يعرفوا بلي انه دابز معاها بسبب واحد الطريفه ديال اللحم، او كيفاش الوالي عنقها وهرسوا ليها. ولكن السؤال المهم من هذا الشيء كله، كنسمعوا بلي انه الروح عزيزه عند الله، واش كتامنوا بعوده الروح للاقتصاص من القاتل؟ خليوا لي ارائكم لتحت في التعليق حيتاش كتهمني. وهذه حكاية اليوم اللي كانت خفيفة ظريفة، كنتمنى تكون عجبتكم قضية الليلة. وإذا كنتوا بغيتوا باش أنه مرة ندير لكم جرائم أو قضايا عالمية فحتى هي قولوها لي لتحت في التعليق. يلا أنا في انتظار إجاباتكم على زوج ديال الأسئلة. وباش ما تنساوش بنتذكركم بلي أنه بعد غدا غادي نحط لكم واحد الحكاية من قصة هذه حكايتي. موضوع ديك الحكاية عمره ما داز عندي في القناة، غادي تصدموا فيه. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.